قررت السلطات العمومية ابتداء من يوم غد الثلاثاء العمل بإجبارية وضع الكمامات الواقية بالمملكة بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا. بلاغ مشترك لوزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة صدر هذا المساء، تقرر أنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين، مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة كوفيد-19. وأكد البلاغ أنه في هذا الصدد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق الكمامات الواقية بجميع نقط القرب التجارية، وخلص البلاغ إلى أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها قانونيا والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.